يجب أن أذكر لكم أن هناك قسما من القضايا التي يمكن للعالم أن يثق بها، وهي الشفافية الموجودة في التعرف على الأنشطة الموجودة في هذه الأجواء. ومن وأكثر من يمكن أن يدلي بصوته فيها في هذا الموضوع هو الولايات المتحدة الأمريكية. وقد قالت أمريكا بلهجة واضحة أن هذه الاتهامات غير صحيحة، وأن تركيا ليست لها علاقة مع منظمة داعش الإرهابية، وقد اعتبرتها إرهابية دائما. أنتم تعلمون أن داعش قد ارتكب الكثير من الجرائم في الداخل التركي. هذا واضح، يعني نبقى مع موضوع